السلام عليكم بنات، كيدايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نوريكم بعض المشتريات اللي انا اشتريتها من رانين في العروض، وكاين شي وحده ما كانش في العروض بحال هذا الستاند او لونجمون. هو تبع الوطنيه، وغنوريكم صور حدا اخرين اللي هما دايرهم رانين في العروض. يوم الثلاث، عرض يوم الثلاث كيكون ب 95 تقريبا. يعني هذا الستاند هذا والغرمو مهم بزاف، كتحطي في ما بين الثلاجة ما بين يعني شي بلايص مضيقين عندك، يعني تستغليهم وكيجمع لكم. انا غادي نوريه لكم كيفاش انا خديت هذا الوطنية، لان كنت بغيت اربعة ما لقيتش في هذاك العرض اربعة، لقيت غير ثلاثة، وليت خديت هذا الوطنية. هذا الوطنية يعني خديناه بم احنا خدنا بكام يا احمد؟ 145. يعني هذا اربع، يعني اربع طبقات 145، والثلاث طبقات عامل 105 صح. والثاني، نوع الثاني هوريك الصور بتاعه في العرض، بيبقى غير يوم الثلاث تقريبا بيكون 105 105 اللي هو اربع طبقات، 120 اربع طبقات، وثلاث طبقات بيبقوا ب 105. بس في اليوم الثلاث، عرض يوم الثلاث بيبقى ب 99 او 95. على العموم انا هوريكم الصوره بتاعه اليوم، عرض يوم الثلاث. كيف شفتوا دابا الصوره هاي شفتوها دابا. المهم نوريكم الاستخدام ديالو. بصراحه انا يعني عجبني بزاف. انا دايره في هاد البلاصه هادي ما بين عندي هنا هاد الرخامه وهادي، وهنايا عندي المشكل ديال هاد فاش كنبغي نحل هاد الادراج. كاين عندي هنايا هاد الغاز هذا كيكون منعو، انا درتهم هنايا شوفوا، واستخدام ديالو زعما مزيان. كتجري خديت اربع طبقات وعمرتهم، ومازال باقي هذا، مازال باقي ليا. يعني كيجمع لك كاع هذاك الشيء اللي عندك، كيجمع كل شيء اللي عندك اللي بغيتي تخبيه، يعني كل شيء، يعني داك الشيء اللي كيبقى عندك بلاصه مضيقه ولا هذا كيجمعوا لك مزيان، وما كياخذش واحد المساحه ولا واحد المسافه. شفتوا شحال فيه في العرض ديالو؟ يعني هذا هانتوما شحال كياخذ في هذا في الطول 54، يعني الطول 54 من هنايا لهنايا 54، والعرض ديال هاد البلاصه هادي 13، والطول ديالو على في العلو ديالو 100.5. يعني كياخذ، يعني ما شاء الله كبير، وكياخذ يعني شوف انا عم عمره البنات. هذا كاين في المغرب، كاين كيدير 100 درهم، انا كنت شفتو كيدير 100 درهم يعني، وممكن تلقاه حتى في السوق، ممكن تلقاه حتى في دير العروض. هذا بالنسبه للستاند، يعني هذا في رانين. وخديت هادو حتى هما ليا نوريهم لكم، هادو هاد الصنادق الكبار. خديت منهم تقريبا ثلاثة، هما كيديروا ثلاثة، هادو العرض ثلاثة ب 10 جنيه صح يا احمد؟ ب 10 جنيه. انا كنساب شحال كناخذو، حيت انا غير كيعجبني شي حاجة كناخذ وكنخليه كنخلي الاثمنة اللي هويا بحال، يعني درت لكم غير مثال يعني. هذا ممكن ديري فيه البيض، ممكن ديري فيه شي حاجه في الثلاجه تخبي فيه شحال حاجه. يعني انا خديت جوج من هادو، يعني ثلاثه، يعني خديت سته. انا استخدمت ثلاثه في الثلاجه، حطيت فيها مثلا الحامض ولا كيف كيقولوا هنا الليمون، يعني كل حاجه حطيت فيها شي حاجه. المهم يعني الشكل ديالهم زويون، يعني الشكل ديالهم مزيانين،
بحال هذاك الاخرين اللي هما داك لونجمون الاخرين ديال الثلاجه اللي هما طوال طوميه طوما دايرين لهم العروض. شتم هاد النوبه دايرين لهم العروض ب 10 جنيه الوحده، كانت قبل كنت انا خديتها تقريبا ب 15 جنيه الوحده. ها هي البنات هادي بحال هادي، كنت ديجا خديتها المهم ما عقلتش انا 15 جنيه ولا ما عقلتش، المهم راجل تيقول لي لا اكثر. وفرانين داير ليها انا شفت دايرين 10 ولكن هو قال لي لا 13، قال لي 13 جنيه هادو اللي ثلاثه ب 10 جنيه. المهم ما عرفش هو قال لي 13 انا هو اللي تحاسب دونك بلا ما نتناقش معاه دونك هو عارف شحال. المهم 13 ما فرقاش ب يعني 3 جنيه يعني، ولكن كانت يعني هذه استعماليه ومن نهار خديتها ما بازتش ما خسرت لياش ما حتى شي حاجه يعني، من ضمن الحوايج انا بغيت نفكركم فيها. خديت هادي عاوتاني يعني كيوت عجبني يعني، ممكن بدل ما تجيبي داك الكبير القاف الكبير انا عندي هنايا بلاتي سمحوا لي يعني كتستخدمي الاغراض، ما كنبغيش ندير فيه كل الاغراض باش ما يخسرش باش ما يطعمش. دونك هذا بالنسبه للثوم، بالنسبه لشي حاجه البهارات مزيان يعني وصغير وشكل ديالو زوين وبشحال غير ب 14 جنيه من راني 14 جنيه. هذا ما كان دون المشتريات اللي خدينا من عند راني. خديت هذه البنات، هذه نورمالمون هي ممكن تحط في الحوض يعني ديري فيها المعالق ديري فيها يعني شي حاجه تقطر، ولكن ماشي ضروري نديروها فيها المعالق. انا خديتها لقيتها مزيانه ليا الريموت او التليكوموند الريموت كنترول تليكوموند، هذا الباور بانك اللي غشاغ داك الشارجر ديالكم اللي هنايا كديريهم لي كيت يعني كتخبيهم هنا بدل ما يمشيو يبقاو داك الشيء ديك الروينه اللي كتكون عارفين الروينه ديال الموبايلات ولا هذاك الشيء لي زاكسسوار ديالهم. انا درتها بهذه الطريقه هذه، نورمالمون هي ديال الحوض، مي انا استخدمتها هكا استخدام يعني كتبقى الاختيار في الاستخدامات، ماشي ضروري ديرها في الحوض يعني مع المواعين. هذه تاي خديتها تقريبا شوفوا اش كتبين فيها انا السعر في لابواط ديالها. هذه هي الشكل ديالها في لابواط، هي هذه ما دايرينش السعر ديالها تقريبا من 20 تقريبا 20 جنيه 18 يعني. هذه مستخدمينها كتحل، ها نتوما راه كتحل هذه باش الا كنتو دايرينها الا كنتو بغيتي ديروها للمطبخ راه كتحل فاش كتبغي تصفيوها، وهاد التحتانيه هي كتحل. بغيتو تستخدموها بحال هكايا راه هي كتبقى هكا حافظه لك على الاشياء ديالك. يعني من ضمن الاشياء اللي انا خديتهم الرانين من العروض كان عندي هدف هو هذا نوصل لكم ليه، لانها فعلا عجبني بزاف، ويعني ما نقول لكم شحال انا فرحت ملي يعني داك القراعي والازايز كيف تيقولوا هنايا البرطمانات وهذا، كان عندي مشكله ما عنديش واخا هاد الادراج يعني واخا هاد الدرج هذا واخا هاد المجوره هادو ما واخدينش ليا بزاف يعني، كاين انتم عارفين في المطبخ يعني كاين بزاف القش يعني ضروري مي وباقي قلت لكم مازال ما عمرتش هذا يعني باقي في هذا الخام هذا الرابع هذا مازال ما درتش فيه مازال حتى شي حاجه. هذا مكان وخديت شنو خديت حد اخر. بالنسبه كاينين عروض بحال بعض هذا كاين هذا البلاطو عادي ممكن ديري فيه شي حاجه، هذا ب 10 جنيه ها هو يا هذا ب 10 جنيه، وهذا الكوينتي ولا ليغون ديال سميتو ديال هذا الفورم بكام ب 15 يعني. المهم عاملين انا حتى انا جبت دوك الكبار يلا عاد رميتهم الكبار اللي كانوا ب 45
وتحرقوا يعني تحرقوا ما عارفش عارفين بنات شي كلشي كي مع المده كيمشي. انا جبت هادو اول مره صراحه الله اول مره نستخدم هذا الشكل هذا. المهم بعدا حافظ لي على ما سخناتش يعني فاش استخدمته. ديجا عندي هذه ديال السيليكون حتى هي مع المده بدات كتسخن كتوصل ليا الحراره مع المده يعني من امتى هي عندي مع المده بدات كتوصل ليا الحراره كنحس بها في ايديا. الاخرين كي قلت لكم انا رميتهم تحرقوا ليا دونك هادو ب 15 جنيه انا قلت ماشي مشكل 15 جنيه خاصني خديتهم. عروض رنين كل يوم كدير عروض الا بغيتو تدخلوا بالنسبه للناس اللي هنايا عروض رنين كتمشى يعني كل يوم كيديروا عرض. ما شوفوا دخلوا لهم الفيسبوك دخلوا لهم الباج ديالهم الانستغرام ولا هذا كل يوم عندهم عرض في يعني انواع من الحاجات يعني ماشي كلشي كتلقاي في العروض. ممكن اليوم تلقاي العرض الثلاث ديال هادو منزلين لهم الاثمنه غدا الا مشيتي غير الاربع تلقاي الثمن ديالو 105 100. انا هذه ما كانش فيها عروض ما مدخليناش العرض ما كانش فيها العرض خديتها بثمنها يعني بالنسبه يعني الاطباق والازاز يعني التباصل وهذه عندهم عروض. يوم الجمعه كان عرض يعني كل يوم عرض في اشياء معينه يعني هنا بقيت نتبع هذا السيستم مع رنين. كنت في الاول كنمشي كناخذ حتى عرفت السيستم ديالهم البروغرام ديالهم كل يوم كيديروا عرض في اشياء معينه يعني بحال ثلاثه انا مشيت خديت غير هادو اللي هما دايرينهم في العرض مره واحده اخرى في الجمعه ولا ديكون محتاجه شي حاجه كنمشي ناخذ هذيك اليوم العرض ديالهم. بالنسبه للبلاستيك بالنسبه للاشياء يعني معينه باش ما نكثرش الهضره بزاف. هذا ما كان نتمنى يعجبكم هذا الفيديو نتمنى انكم استفدتوا من هاد الفيديو هاد الستاند هذا يعني كنصحكم به صراحه كنصحكم به عملي بزاف 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 وحتى تجيبوه عاد تحسوا به مزيان كيدير لكم واحد الفراغ يعني كيلم لكم هذاك الشيء اللي عندكم كامل. هذا ما كانت نتمنى يعجبكم هاد الفيديو والى فيديو واحد اخر كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا وبسلام عليكم.